محمد الحسنى المرع لهذا الفوز. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل دائما أجمعين. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مع انطلاقة هذه الفترة المسائية والمخصصة للسن الحقائق لانطلاقة أصحاب السمو الشيوخ مع هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. شوطنا العاشر الذي انطلق قبل لحظات قليلة والمخصص الأبكار لسن الحقائق لمسافة 3 كيلومترات، هي الرحلة الحاضرة والمرافقة لهذه الأسماء. سيارة تنتظر الفائز، نيسان بترول بيكاب مقدم لصاحب المركز الأول. نتمنى التوفيق والناموس دائما لجميع المشاركين. نتابع البداية، هجن الشحانية من تقود هذه الأسماء مع المركز الأول، من تقود هذه الأسماء؟ انذار مع الصدارة والمملوكة لهجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يقدمها مع المركز الأول. المركز الثاني انطلقت في هذه اللحظات حور والمملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المركز الثاني. أما المركز الثالث من الجانب الآخر متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان، المركز الثالث من الجانب الاخر متابعينا الاعزاء، مهمة قادمة والمملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن رايد الزعبي من يرافقها في عملية التضمير. اما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات دينا واصلة والمملوكة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان جمعة بن عتيق بن كسلا الرميفي من يرافقها في عملية التضمير مع المركز الرابع. أما المركز الخامس من الجانب الأخر غاية واصلة والمملوكة لدن الشحانية بقيادة محمد الخالد العطية يرافقها في عملية التضمير المشاغب مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، اقتربت الأسماء، بدأت السرعة متابعينا الأعزاء. حضورنا الجميل لمن الناموس لمن الانتصار. 700 متر حتى هذه اللحظات لا زالت القيادة. نعود مع المركز الأول، الصدارة الأولى متابعينا الأعزاء مع المركز الأول. الله الله الله، هجن الشحانية لا زالت هي المسيطرة، ولكن الشحانية تدخل في هذه اللحظات من الجانب الآخر متابعينا الأعزاء. الله الله الله، زاهية قادمة والمملوكة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر بن راشد المدوشي. الشعار غرفاوي ياتي مع الانتصار، ياتي مع الناموس. دائما عواد هذا الشعار لا يقبل الا بالمركز الاول الا بالانتصار. المدهوشي المدهوشي المدهش دائما في عملية التضمير ويرافق الشعار غرفاوي مع المركز الاول. بسم الله ما شاء الله، زاهية مع الانتصار. السلامات تتجه الى الشحانية، سلام الشحانية سلام، والسلام يتجه الى مالك هذا الشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والمضمر سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش مع هذا الشعار. المركز الثاني، المركز الثاني عبور والمملوكة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن قران المقارح مرافقا له في عملية تضمير. المركز الثالث، المركز الثالث صدف لصاحب السمو الامير فهد بن تركي بن فهد بن جلوي ال سعود. المركز الرابع كان وصول متابعينا الاعزاء اعتماد الشحانيه جابر بن سالم بن فهد المري. والمركز الخامس
نعود مع التوقيت متابعينا الاعزاء. صعبه المركز الاول 4:13 ثم الاجزاء من الثانيه. توقيت زاهي والملك لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل ثاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثاني توقيته متابعينا الاعزاء 4:15 خمسه اجزاء من الثانيه ستة اجزاء من الثاني عفوا. صاحبة المركز الثاني المركز الثالث كان مقدار توقيته متابعينا الاعزاء 4:15 ستة اجزاء من الثاني توقيت صاحب المركز الثالث. تهاني وناموس، تهاني وناموس لجميع الفائزين.